هي بتقول انه سافر. انا طلبت من الموبايل بتاعها لقيته خارج الخدمه. يعني تمر بايه دلوقتي؟ خليك انت عندك، خلي رجالتك يلفوا ويدوروا كويس ويفتحوا عينيهم. الراجل ده حي وعضته والقبر، ولو مظهرش بقى عليكم بالواد تجيبوه ولو حتى فيها دم. يلا. خلف سافر يا زهر؟ لا، تلاقيه متداري في حتة وشايفهم. اسألنانا على الألعاب بتاعته دي. أي حركة هقتله. فكر قبل ما تقرب. لو قربت بقى بضحي بالواد. كده بقى بتضحوا بيه. مش عارف حطيته فين. اهو. ايه اللي عمل فيه كده؟ انا وقع مني، كنت شايلهولك وقع وكنت هوديه الصلح. وقع في المشروع العجين؟ كنت قاعد اخبص وكنت حاطاه جواري ووقع مني. بس خلاص. طمن عليهم كيف دلوقتي؟ اخوي حسن، سلمان جه بره. اتفضل يا سلمان. وعليكم. زيك. مرحبا. كيفك؟ يا ولد عمي. كيفك؟ الحاجة في أمان؟ اطمن، حاجتك في أمان. أنت عارف ولد عمتك أبو المحسين خبرني إنك عاوزني، نزلت من الجبل على طول. سلم على خالك. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا خال؟ إيه؟ نسيتنا خلاص. بس شفت يا خال الدنيا لفت بينا كيه؟ ايوه، لفت وعلتك وخلتك تبص على الخلج من فوق. لساك بتسرق على الناس يا ولد زهر؟ لا، انا زي عادي عمي، دلوقتي بلعب في التقيل قوي. عاجبك يا حسن المجلطه بتاعت خالي ولد خالي؟ حرام عينيه، نطط حيط ولد عمتكم. عم تضحك؟ ماشي يا ابوي. قالوا لا يا خال، انا ورجالتي ما كانش زمان كليكو حس في البلد خالص، وكان زمان الناس ركبت على اكتافكم. اركبوا على اكتافك واكتاف ابوك واكتاف اللي خلفوك واللي جابوك كمان. هتعمل علي خطنا كمان يا واد ولا ايه؟ كلمة زيادة والله ادفنك مطرحك هنا يا واد. يا واد انا كنت بضرب ابوك بالمركوب. غر يعلم ربنا ما انا قاعد القعده دي معاكم. ايه اللي فكروا بينا دي؟ براحتك يا خال، ما حدش يقدر يفتح خشمه معاك. ايه نويت تعمل ايه يا ولد عمي؟ هنبيع، واللي يشيل يشيل الشيله كلها. دي شيله تقيله قوي يا ابوي، وما حدش يقدر عليها عندنا. وبعدين احنا لو بعنا حبة صغيرين فلوسهم تغرق الدنيا. للضرورة احكام،
المهم القرشين يبقوا جاهزين. طب اديني وقت يا ابو خالو. قدامنا يومين هتلحق؟ نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. زي ما قلت لك حرس، في ناس كتير متربصين لك، واصحاب الحاجه دي اكيد ناس كبار قوي يا ابوي. يعلم ربني اللي هو بناحيه اخوي نخلص عليها. كد الجول يا حسين، الرجاله زمانهم وصلوا العمريه. على العال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمع يا اخوي، سلمان عايز يكوش على البيعه كلها لنفسه وبتراب الفلوس، وجاي يربط راسنا بحديد الماسخ دي. سلمان ما يقدرش يعمل معايا كده. لو تسيبني خمس ست شهور ابي حملك بمعرفتي وهنكسب منهم ذهب يا ولد ابوي. جرالك ايه يا ولد ابوي؟ دي امانه في رقبتنا، تقدر تساعد ساعد، ما تقدرش تسكت. فين بالعصايه دي؟ شايفين شايل الآلي ولا ايه؟ لا مش القصد يعني، بس ما قلتليش راح على فين. هكده عمليه كده يمكن اغيب يوم ولا اتنين. ايوه يعني طمني رايح فين. وتعرفي ليه؟ عشان ترمح ورايا تاني. السلام عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. استرها يا رب استرها. بتخطي برجليك على فين يا خلف؟ خابر سكتك زين؟ هتطلع ولا تنزل؟ مفيش قدامي سكة غيرها. كنتك حتدور على ذهب مدفون؟ ياخد روح مين وقتها؟ فريدة ولا كريم؟ السلاح هياخد أرواح كتير ملهاش عد. عاود يا خلف. أحاول كيف؟ آه يا زمن وآهي، جلي الزمان أنت مين؟ أنا قلت عبد الله، اداني ربي أمانة شلتها في سرة، سرقوها مني العباد، أنا قلت خلف الله، واللي يضيع النهاردة يلتقوه بكرة. يا زمن مش هيرجع تاني؟ هيرجع ان شاء الله هيرجع. حواليك يا مدام وتعرفي مين اللي هيطلع بره. انا دلوقتي الحارس القضائي على تركه اخويا الله يرحمه. الله. امال فين؟ فين الشيخ خلف الله الشيخ الطيب الشهم اللي طردتيني عشانه؟ ايه؟ بيعت كل حاجه وسابك وهرب بعد ما بقيتي على الحديده؟
يلا اطلعي لمي هدومك وروحي اجري لك اوضه فوق السطوح في غيط العنب ولا في المكس. انا مش مصدقه ده، انا بجد كنت فاكره كويس. بصي، هي في الاول الخطه كانت كده، كنت راسم ان احنا نتجوز وانا لسه عند وعدي على فكره، يعني انا مستعده اتجوزك، ايه رايك؟ انا ممكن انتحر واموت نفسي حالا اهون من ان اتجوزك. ليه يا مدام؟ مش انا حاتم اللي كنت بتقوليله وجودك جنبي هو اللي مصبرني على الوحده اللي انا فيها؟ انت وجودك جنبي يا حاتم مش مخليني محتاجه اي حاجه من حد. كنت بقول كده عشان كنت غبيه. هتخسر يا فريد. انت اللي هتخسر، انت اللي هتخسر. يا مرحب يا شيخ حسن، نورت الجبل. الله يخليك، تشكر. تفضل يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحكايه طولت يا ريس سلمان. عارفك صبور يا اخوي. انا صبور كتير. الجبل متلغم برجاله كريم، مستنيين نحمل السلاح. رجاله كريم؟ وعرفوا كيف؟ انت مرجوب يا اخوي ومتابعينك زين، واللي مصبرهم على روحك السلاح اللي تحت يدك. تعرف لولا انت حسن ولد خالي ما كنتش هتصدر. عادي، بس للضرورة احكام، ولا ما كنتش حطيتك قصادهم. خلاص بلاها الحكاية دي. واه عيب يا ولد خالي. ايه مستجلبية ولا ايه؟ أنا كدهم وكدود. عارف، قد القول يا ريس سلمان. معلش، أنا عارف إن الحكاية وعرة قوي، وكريم ده رأس الحي وكل التجار على أشارة منه، ومناعهم يجربوا ناحيتنا، لكن ولا يهمك، ليها حل تاني بعون الله. بس نصبر. لو الصبر كتير ما اقدرش. لا كتير ايه، كلها ساعات، والتجار اللي هياجوا ياخدوا السلاح هياجوا من طريق تاني من ورا الجبل، محدش يعرف، وهنروح نقابله يدفع الفلوس ياخدوا السلاح. ورجال
كده نقدر نتحرك. ما تسافر بالنهار، لزومه ايه يعني السفر بالليل؟ للضرورة احكام، كم يوم وهعاود. هتتأخر عليا؟ ربنا يوفق وهعاود على طول، وان شاء الله هشتري لك بيت نعيش فيه هنا عشان نراعي ارضنا. وفريدة؟ فريدة مرتي برضو يا صباح. عارف ما قلتش حاجة، بس ناوي تجيبها تعيش معانا هنا؟ أيوة. طب سايق عليك النبي، ما تتأخرش عليا، ما تسيبنيش أولد وانت بعيد. كلام إيه اللي بتقوليه؟ أنا هغيب لحد ما تولد إيه؟ يعني أسبوع ولا اتنين وهكون هنا. والنبي يا خلف. والنبي يا صباح. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. المكتب بعت العربيه. ماشي، شكرا يا عم احمد. ممكن حضرتك تاخد الشنطه؟ الشنط دي فيها ايه؟ دي متعلقات شخصيه. فتشتها؟ ايوه يا فندم فتشتها. فتشها تاني. حاضر يا فندم. ما تفتش، مش عايزين حاجه. اللعب بتاعتي. معلش يا كريم، هجيب لك غيرها. منين يا حصر؟ ما كل حاجة اتحجز عليها. خد يا كوكو شنطة اللعب بتاعتك. أنا أصلاً مش عايزها. خد لعبك يا كوكو. قلت لك مش عايزها. يلا. وقف! وقف عندك! خلف. الراجل ده جه هنا إزاي؟ المديونية اتسددت. وروهم الأوراق. اطلع بره. طلعوا الراجل ده بره. انت طلعت لي منين؟ انا طلعت لك من التربه اللي هدفنك فيها. خلف. معلش يا حرام. والنبي ما تودي نفسك في داهيه علشان مش ما يستاهلش. خلف. مش هسيبك. خلف والنبي. مش هسيبك. خلف. بتتحامى فيهم؟ بتتحامى في الرجاله اللي معاك؟ مش هسيبك يا خلف. قول قول. شكرا يا رجال. Thank you.
تعلق في كده. انا ما استاهلش منك كده. طبعا لازم نروح الفرح ونهني ونبارك كمان. لازم نعترف ان فريدة انتصرت علينا. خلينا بقى احنا نطلع نصحين وما نخسرش كل حاجة. ما نخسرش كل حاجة واحنا لسه هنخسر. قلت لكم الاول بتعملوا ده غلط وغلط محد يصدقني. بقى خلوا قدر اللي كنا عايشين على حسه لما يموت نعمل كده في مراته وابنه يا الف خسارة. هو ابويا هيطلقك يما؟ بس يا بنت اخرسي وتعالي اطلعي نامي. انام دلوقتي. انتي سامعه انا بقول لك ايه ولا لا؟ لا خلاص روح العب مع فاطمه وبيسا ونامي عندهم زي كل ليله. هو انت زعلانه عشان ابويا بيتجوز؟ يا بنت سيبيني في حالي وغوري بقى. ماشي. خير يا حرس ظابط. انت مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض عليا انا؟ ليه؟ بتهمة قتل زينة ومتولي. ايه؟ انا ما قتلتش حد. اتفضل معايا. قلت لي يا ابني الكلبشات في ايديها. انا في ايه؟ انا ما قتلتش حد.
ضروري في حاجه غلط. النيابه هي اللي تحدد. خدوه. خلف هو فين؟ مش فاهم. خلف فين؟ انا بريء وما قتلتش حد. ولا دي بريء. انا بريء. فين؟ على همك يا اخوي. على فين؟ على جنبك لحد ما تاخد براءه. انا بريء. انا ما قتلتش. ولا دي بريء. انا ما قتلتش. خلف. صدقوني. صدقيني يا فريد انا ما قتلتش. ايه اللي حصل؟ مش فاهم. بريء ان شاء الله. انا بريء يا حسين. ما تخافش يا حسن. انا معاك لحد ما تاخد براءه يا ولد ابوي. ان شاء الله. ما تخافيش يا بنتي. ما تخافيش. بريء ان شاء الله. ونادي. ما تخافيش يا بنتي. بريء ان شاء الله. ما تخافيش. يا رب ده خلف طيب وملوش الا ذكرك ليل ونهار. رايحة فين؟ لساك يا اختي سيبيني في حالي سيبيني في حالي. يا خايبة. يا سيادة الأمين المفروض إن هو موجود في الحجز هنا. القوة اللي طلعت تبع الاسم ده. هو حضرتك مش دورت في دفتر الأحوال؟ قول اللي عامل لكم إيه عشان تصدقوا يا جماعة. ايوه ياسمين يا خلف. جايه ليه؟ جايه ليه يعني؟ يا دام ياسمين جايه تزورك يا خلف. ايه؟ اسيبكوا بقى عشان تاخدوا راحتكم. تعبتني وعذبتني. وحشتني قوي يا خلف. كتر خيرك. ما لحقتش تفرح بعروستك. ملياش في الفرح. انا المفروض اكرهك على اللي انت عملته فيا. طلقتني واتجوزت شربات وهربت مني واتجوزت صباح ودلوقتي اتجوزت فريده. كل ده وانا لسه مراتك. لا يا بنت الناس انت مش مرتي دلوك. انا عايز اعرف هو انت ايه اللي مخليك مش طايقني قوي كده يا خلف؟ انا لسه بحبك. لا يا بنت الناس انت مش بتحبيني. انت بتسدد ايدين. وفرت برضو بحبك. ماما قالت لي ان انت جيت لي وقت الولاده وقعدت جنبي تدعي لي كتير بس سبتني ومشيت. كنت مستنياك تفضل جنبي عشان تواسيني. هو اللي مد بش ابني وابنك. يا ريتني كنت اقدر. موته كسر قلبي وهد حالي. الله يرحمه. ده انا ظلمتك قوي. انا اللي ظلمتك يا بنت الناس. سامحيني لو تقدري. سامحك. انا كنت فاكره ان انا جايه ادور عليك. تريني بدور على نفسي.
ولقيتها وانت السبب. يا بنت الناس انت اللي جواكي طيب، طبعك هو اللي دلك على الخير. تعرف يا خلف، اول مره نتكلم مع بعض واحنا واعيين. كل مره كنا بنتقابل فيها في حاله مش طبيعيه. نتقابل مره وانا مجنونه، ومره وانا مجنون. انت مجنون، انت جننتني. عارف يا خلف، انا بحس ان انا وانت كل واحد مننا راكب قطر غير التاني، بس بنتقابل في محطه، نقول كلمتين كل واحد مننا يروح في سكه. والقطر اللي انت راكباه مشرك، والقطر اللي انا راكبه مغرب. ليه؟ ليه بتقول كده يا خلف؟ لان هي دي الحقيقه اللي لازم تفهميها يا بنت الناس. دي اخر محطه هنتقابل فيها. توكلي على الله. هتوكل على الله، بس المره دي مش هتعرف تهرب منه. دور عليك تهرب المره دي، ما تبصيش وراكي، كملي سكتك. هاجي يا خلف، عشان متاكده انك بريء هاجي ومعايا المحامي يخرجك. ده دين في رقبتي غصب عنك. حد تقدم علشان الاعلان؟ هو احنا يا فندم بطلنا التليفونات او مقابلات، وكان البلد دي كلها ما فيش فيها شغل. الغريب بقى يا فندم في الموضوع ان اللي عندهم 40 و50 و60 سنه هم اللي رايحين جايين بيسالوا. تمام، عايزه فايل على مكتبي بكل المقابلات وتبلغهم من الانترفيوز خلال اسبوع. تحت امرك يا فندم. اي اوراق تانية عشان تتمدي؟ ده يا فندم. عايزه كوبي عن دول، وعموما بقى اي ورقه تتمدي عايزه نسخه احتفظ بيها. تحت امرك يا فندم. اي امر تاني؟ شكرا. مرسي، بعد اذنك. ايوه متر. طب تمام، جايه لك. مع السلامه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. أموت وأعرف إيه حكاية رقم اتنين دي معاك. قتلت اتنين واتجوزت اتنين، وقابلين قالوا إيه؟ جوز الاتنين يا قادر يا فاجر. أنت بقى قاتل وفاجر. صدق الله العظيم. عايز إيه؟ عايز إيه؟ مراتك الاتنين وعمك واخوك، ليه بقى مش عمينك ولا اخينك؟ فهمني. وجايبين لك معاهم زياره مكن ريحتها مسمعه لحد المديريه. بس اللي هيجنني، ليه بقى البيه المأمور يسمح بزياره ده كله؟ استنى عندك يا جدع انت. ايه رايح كده منك لنفسك؟ واقف انا كده اي كلام؟ استنى لما عدى انا عدي. استنى عندك. ماشي. خمدوا. يا جوزي، ازيك يا كل دنيتي؟ الله يخليك. كيفك يا ولدي؟ ازيك فريده؟ ازيك حسين؟ اقعد اقعد. عامل ايه يا عمي؟ احنا بخير طول ما انت بخير يا ولدي. انا بخير. طمن، انا بريء.
أنا عارفة إنك بريء، ربنا إن شاء الله يظهر براءتك. ونعم بالله، هو الحكم العدل. ليه؟ ليه يا خلف سبتهم يتمكنوا منك؟ ليه؟ أمر الله، الحمد لله على كل حال. تاخدي بالك من حالك ومن ولد اللي ببطنك. وانت فريدة خدي بالك من كريم وخديه وسافري. انا هستناك وهنسافر مع بعض. اسمع اللي هقولك عليه، خدي ولدك وشوفي لك بلد تاني. انا قررت ان انا اتنازل عن كل حاجة لحد. ايوه تنازل. ايوه لازم تتنازل. تتنازل ايه؟ ولا خردلة تطلع للتعبين دول، فاهمة؟ انا مش عايزه غيرك، عايزك انت. بعدين دي فلوسك وانا هرجعها لك كلها. دي فلوس ولدك، ما يخصنيش منها حاجه. ازاي خلي؟ زي ما بقول لك كده. طب خلينا نساومهم بيها. ما ساومش على براءتي، انا بريء وربنا قادر يظهر براءتي. يا ولد ابوي، بصمتك موجوده على السكينه. ما قصت اقول شفته هو بيقتل. قصدي يا ولد ابوي اقول انا مش هشتري براءتي. حسين ده اخر كلام عندي، مش عايز حد منكم ياجي يزورني هنا تاني. كل واحد يشوف حاله. فريده خدي ولدك وسافري، وانت يا صباح تفضلي عند عمي لحد ما ربنا يكرمك وتقومي بالسلام. انت هتفضل قاعد هنا لغايه ما اولد؟ اديهم اللي هم عاوزينه واخرجوا. قلت اللي عندي وخدوا حاجتكم معاكم. خلف خلف، انا طبخلك الاكل ده بايدي وجايبلك في الشنطه دي غيران. خدوا حاجتكم معاكم. سلام. خلف شوفك على خير يا علي، شوفك على خير يا علي. حرام عليك، ده افترى. افترى ده اسمه بطر على نعمه ربنا. حد يرفض زياره ريحتها مفحفح بالشكل ده يا اخي؟ بلاش عشانك، عشان خاطر زمايلك الغلابه دول يا اخي. ايه خلاص معدتك خدت على اكل الامان يا سي خلف؟ كل حي اضرب حاله. وانت حالك ايه بقى ان شاء الله؟ هتستدعي عفريتك تحضر لك اكل وتجيب لك في اكل بالفنادق؟ نسالهم يمكن يعرفوا. يمكن يعرفوا. خش، ولما يحضروا لك اكل ما دوقهوني. حدوقوا. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس لك ونسبح بحمدك. قال استغفر الله العظيم. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس بحمدك. قال خلاص بقى، ما بقاش ورايا غيرك، بقيت مشاورج ليك انت وحضرة العمدة ابوك. صدق الله العظيم. ايه يا مولانا، احضر لك البخور؟
حتتم ستيكة كده على عين عفريت، على حتة ديل تعبان ميت، على ايه تاني؟ على شعرايتين من حصان جامد بشديد حيله، وعلى شوية زعفران. ما انت علامه. طيب دي الحاجات عشان نحضر العفريت، ولما نحب نصرف ونجيب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك انا ايش عرفني؟ انت قوم فز يلا كلم الباشا المأمور. والباشا بتاعك عايزني ليه؟ انا ايش عرفني عايزك في يا اخويا؟ هتقوم ولا بجرك زي كل مره وبهدلك وامسح بكره؟ يلا قوم بقى. ادخل. مسجون يا فندم. استنى يا شيخ خلف. دي جاية بواسطة من ناس فوق قوي. شوفها عايزة ايه؟ مش لايقه عليك هدوم السجن، مغيرك خالص لدرجه انك مش الشيخ خلف. قولي عايزه ايه واخلص. مش انا اللي هخلص يا شيخ خلف، ده اذا كنت لسه الشيخ خلف. خساره، حقيقي خساره. واحد غيرك كان عنده فرصه يعيش عيشه الملوك، مش يترمي في السجن. السجن أرحم من عيشة ملوك الشر. كأنك أنت بقى ملاك ونازل من السماء. ما خلاص، أنت ناسي؟ ناسي أنك سرقت الناس اللي ائتمنوك على حاجتهم؟ أنا رديت المال لأصحابه. بجد؟ ياه، ده الحب أعمى بصحيح. حبيت فريدة يا شيخ خلف، وهي قدرت تتوهك وتلف عقلك وتخليك عبد ليها. بجد برافو يا فريدة، قدرت تعمل اللي أنا ما قدرتش عليه. بس الشباب والجمال له وزن برضو. كان لازم أطرم لك سنانك صح عشان أخلص الناس من سمك. إيه؟ هترجع تتنطط لي تاني؟ ما خلاص، انت كمان غيرت جلدك لما سم فريدة زحف لقلبك. سم اسمه الحب. يا الرجالة، مهما يعلو سهل قوي حتة عيلة تركحهم وتمرمغ مناخيرهم في التراب. ابعدينا عن عقدك وقولي عايزة ايه. عايزة اقولك ان لسه الفرصة في ايدك. عرفت تبيع السلاح؟ ماشي، خلي فريدة بقى تثبت حبها ليك وتدفع ثمن براءتك. معلش تعبك من غير فايدة. أنا سبق وقلت لك إن ليا في كل خراب عفريت، والسجن نفسه خرابة، يعني مفيش أسهل من كده. هاتي كل عفريتك، أنا مش خايف. أنا جبت لحضرتك شاي ثاني يا هاني. اتفضلي. خليه للشيخ خلف، هيحتاجه أكتر مني. اقنع فريدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت واقع مع ناس شداد قوي. الله، طب ما تحاول. رجعني زنزانتي. انا مقصودش اضغط عليك، انا بس خايف عليك وعايز اساعدك. على الاقل ارد بعض جمايلك. جميل ايه؟ اللي أخذت نصيبك اللي ربنا قسمه لك. اسمعني بقى، أنا قريت ملف القضية وعرفت إن الخيط نصبت لك صح، بس اللي أنا مش قادر أفهمه لغاية دلوقتي، أنت ليه صبرت عليهم لغاية ما ورطوك الورطة السودة دي؟ مديت حبالي الشر بس ما جبتش آخر. ربنا يستر. هرجع زنزان. شيخ خلف، مش عايز أي حاجة. ناقصني
وأمورني. سبحة. طب وماله؟ عايزها زمرد ولا كهرمانة ولا إيه؟ لا إلا على مكتبك كفاية. دي؟ بس دي مش قيمتك يا سيدنا. كتر خيرك، دي كفاية. مش محتاج أي حاجة تانية. خدت كفايتي وزيادة. مع السلامة مولانا. الله يسلمك. يا عم ده ايش انا شايف البيه المأمور بتاعنا مهتم بيك قوي. تكونوش بلديات؟ لا. تكونش يعني قضيت له مصلحه ولا حاجه؟ كان مأمور مركز في بلدنا. كده بانت بقى، يبقى المصلحه اكيد كانت كبيره. كان في يدي ايه اعمله له؟ طب يا اخي بلاش تعمل له هو، اعمل للهانم اللي جات لك لحد عندك. كلام الحريم ما يلدش غير على الحريم. استنى هنا، رايح فين؟ اقف عندك. انت سايبني وماشي؟ ماشي يا سي خلف. اوعى تكون فاكر ان الباشا المأمور اللي قاعد جوه ده ممكن يعمل لك حاجه. لا ده كبيره هنا الساعه 7. خش. سمعت انا قلت ايه؟ الباشا اللي مدلعك كبيره هنا الساعه 7، ومن 7 بقى بالليل ل7 الصبح العبد لله ملك العنبر ده كله. وما اقولكش على الليل هنا شكله ايه؟ مليان شياطين، أزخم من الشياطين اللي أنت بتحضرها. اللي قتل اتنين ما تفرقش معايا، قابل وجه كريم وهو قتل 10. أنت بتهددني يا مسجون أنت؟ ابعد عن سكتي، ابعد عن سكتي. ماشي. ومعادنا الليلة، أنا هعرفك إزاي تجرب تهدد الصول مجاري. انت اللي اخترت. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وبركة طهارتك وعظم جلالك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. اللهم أنت غياثي فبك أغوث، وأنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ. يا من زلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك في ليلي ونهاري ونومي وقراري. لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك، فاصرف عني شر عبادك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. We'll be right back.
ايه ده؟ ايه ده؟ يعني كل الزنازين دي مفتوح الا دي؟ تعال افتح الزنزانة دي. حاضر يا فندم. حاضر. عماد بيه؟ كل المكسرة اللي بره دي وانت نايم لي يا شيخ خلف. مجزرة ايه يا عماد بيه؟ الزنازين مقفولة من سبعة، مش كده حرس المجاهد؟ زنزانتك انت بس اللي مقفولة يا شيخنا. يبقى ما نمشي ليه؟ عندك حق. اتفضل نام. اتفضل. سبعة لسبعة. سلام القوم رب رحيم. سلام القوم رب رحيم. جاهد؟ ايوه يا فندم. انت وكل النبطشية تتحولوا لتحقيق. حاضر يا فندم. ودول ابعتهم لي على المستشفى. حاضر يا فندم. ده انتوا سنانكوا سودا. عايز ايه؟ واضح ان الشيخ خلف لسه مأثر عليكي. اه ساحرني. تصور انت كان عندك حق. اصل انا اكتشفت ان هو ساحرني فعلا. تصور ان هو رفض يشتري ورقته منك. عمرك انت يا حاتم شفت سحر اشد من كده؟ اكيد لا. السحر ده انت وزهره واللي زيكم ما تعرفوهوش، عشان ما فيهوش كذب ولا غش ولا خداع ولا انانيه. اوكي اوكي اوكي. خلي بقى السحر الابيض بتاع شيخ خلف ده ينفعه لما عشماوي يعلق له حبل المشنقه حوالين رقبته. بقول لك ايه؟ وحياة ربنا يا حاتم لو انا شفتك في سكتي مره تانية لا اقتلك، فاهم؟ انت يا فريده مش اتسحرتي بس، انت اتجننتي كمان. باي باي يا فريده. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه الوكل ده؟ لو مش حبك نغيره. ده وكل السجن اللي تؤمر بيه يا باشا. اقرب منك ليه؟ بس لحد هنا. ده صبر مدى الحياة، قتل مع سبق الأرصاد والترصد. وده قرب يلا، صابر إلى الأبد، جلب مخدرات. وأنا صابر على ابتلائه وطمعان في رحمته ومغفرته. تحت امرك يا مولانا في اي وقت. نيجي ننظف لك الزنزانه ونغسل لك الغسيل ونعمل لك الاكل اللي انت بتحبه. بتطبخوا هنا كمان؟ كل حاجه موجوده ان شاء الله. تحب حضرتك نجيب لك موبايل؟ لا 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 لا، مش عاوز خدمه من حد. انا جاي متبارك بس يا مولانا. تتباركوا؟ الصول مجاهد ما قالكوش تهمه ايه؟ تهمه القتل. قتل اتنين. ولا ده اللي خلاكم جايين تتباركوا؟ ايوه بس ما يصحش يا مولانا. مش عاوز خدمه من حد. يلا اتفضلوا. يلا اختفي اختفي من دكتور. يلا تعالى خلي مولانا يعني ياكل براحته. تعالى اقبل حضرتك. شيل الوكل يا مولانا. ما ينفعش برضه حضرتك تاكل. شيل الوكل. حاضر حاضر. طب دوق ده الطعميه سخنه. مجاهد
يا فندم. القضية ما فيهاش ولا شاهد على الجريمة، والدليل المادي الوحيد الموجود في القضية دي هو بصمة خلف على المطوة المستخدمة في القتل، وحسب أقوال خلف نفسه إنه تم تخديره من قبل الست اللي اسمها زهرة دي وشوية العيال البلطجية اللي معاها. وزهرة دي هتقتلهم ليه؟ أي الثغرة دي مش واضحة، لأن حسب المعاينة المبدئية للنيابة إن هما لقوا في مكان الحادث شوية فلوس كده حوالي 200 جنيه تقريبا، يعني الدافع للقتل ضعيف جدا، مش كده؟ الأمل، كل الأمل بقى في تقرير الطبيب الشرعي. أنا حاسس إن هيبقى وراه خير كبير قوي. يعني كده براءة؟ شوف البساطة اللي حضرتك متخيلها دي، لأن كون خلف شغال في الساحر والدجل والشعوذة ده بيضعف موقفه في القضية خالص، وبيخلي القضاة يبقوا ميالين لأقوال النيابة. طب والحل؟ الحل ان احنا ندور على حد من الزباين اللي كانوا بيترددوا على خلف ويتحولوا الى شهود نفي. طب ودول هنجيبهم ازاي؟ انا اشهد. ما ينفعش، حضرتك كنت مراته وشهادتك مجروحة. سيبينا نفكر شوية، بس قبل ده كله خلف لازم يعمل لي توكيل بالدفاع عنه، لان لحد دلوقتي بشتغل ودي. خلاص احنا نروح نزوره، بس يا ريت يرضى. يا شيخ خلف انت لازم توافق، قضيتك صعبة ومحتاجة الأستاذ مختار. ما هو أنت لو ما وافقتش هفضل أنطلك هنا كل يوم، وعماد بيه هيوافق. هو أنت عايز أنطلك هنا كل يوم؟ نوافق كل أمر الله. شفتوا حد بيكرهني قد الشيخ خلف؟ غلطانة يا ياسمين هاني، ده مفيش أي حد في الدنيا يخاف عليكي قد الشيخ خلف. صح، بتخاف عليا؟ نمضي فين يا أستاذ مختار؟ امضي هنا، وبعد إذن عماد بيه. عاوزين نقعد لوحدينا شوية عشان تحكي لي كل حاجة عن القضية. آه طبعًا، عن إذنكم. قلتم خلف هيساوم على براءته وفريدة هتدفع. لا صار هوك ولا هوك. احنا كنا سذج يا شيخ كريم، كنا فاكرين خلف ورا كل اللي حصل، لكن الحقيقة فريدة هي اللي خططت وعملت كل ده، وقعت فيها خلف وعشمته بالجواز وخلته يسرق السلاح ويبيعه لحسابها. فريدة ضحكت علينا كلنا، خدت تركة أدري وشركاته والسلاح، خدت كل حاجة. نفسك لكش صالح بالعالم دي. يفعل الله ما يريد. انت عملت اللي عليك. أخينا طلع منفض المخزن وداير علينا تمثيلية. ناويين تعملوا معاه ايه؟ يصطفل هو الشيخ كريم. الشيخ كريم ممكن يقتله؟ هو نصيبه. ايوه هو نصيبه. قول لي يا شيخ العرب، ايه حكايه السلاح الكتير ده؟ فكرش في الموضوع ده، الموضوع عويص قوي. اتفضل اتفضل. كريم ندالي
سمعتوا مجاهلي؟ قوم يا ولدي. صح صح يا ابو عمو، اول ما سمعتك جيت لك رمح. بسم الله. مالك في ايه؟ هيموتني هيموتني يا حاتم، مش هيسيبني الا لما يخلص عليا. مين بس اللي عايز يموتك؟ مش خلف جهنا. مين اللي جهنا؟ خلف. خلف هيموتني. اه، وجهنا امتى؟ جبار. لا النهارده، بكره، لا كل شويه كل شويه بيجي. مش هيسيبني لما يموتني، مش هيسيبني. ممكن وحياة ابوك تفوقيني شويه ونبطل خطرفه؟ انت مش مصدقني ليه؟ انا انت ايه بس؟ خلف ميت. لا لا ما ماتش. بقول لك مات، انا اللي قتله بنفسي. مش مصدقه ليه؟ مات بجد يا حاتم؟ شفته بنفسك؟ ايوه شفته بنفسي، وما مشيتش غير لما روحه طلعت. نسيبنا بقى من الهبل ده ونعرف هنتصرف في الورطه اللي انا فيها دي ازاي. دفنتوه؟ زهره، وبعدين انا موحول ومش ناقص. بقول لك السلاح اتسرق ومش عارف اتسرق ازاي، وده هيجنني. بس انا شاكك في معيوب، اكيد اتفق عليا هو وخلف. خلف، خلف مات، لكن مات ازاي؟ ضربته بالرصاص ومات. ممكن بقى نركز ونعرف هنعمل ايه. مات مات مات. خلف ما ماتش، خلف ما ماتش، خلف موجود هنا جه النهارده. انت ايه؟ ما بقاش في فايده فيكي. بقول لك خلف ما ماتش، خلف هنا جه النهارده. حضرتك استريح تحت، انا هقعد معاه. خليك جنبي. هخليني جنبك بس اروح اتوضى عشان اصلي الضحى، ولا عاوز ربنا يزعل مني يا ابو عمو؟ كريم خلاص سيب انكل وانا هقعد معاك. ربنا يبارك له فيك. وكلي زبدية بالعسل عشان يتعافى، وفيه شفاء للناس. سامع بقى؟ سمعت الكلام؟ أنا أكل زبادي وعسل، وأنا اللي هوكلك بإيدي. يلا ناخد دي كمان. مش قادر. الشيخ خلف يزعل؟ هو مش قالك لازم تاكله؟ طب ايه عايزه يزعل؟ ايوه انا بحب خلف قوي يا ماما. يعني ايه يعني ما بتحبش مامي؟ لا طبعا بحبك. انا بهزر معاك. صباح الخير حاتم. اهلا، تعالى. بسم الله ما شاء الله، أنا مش مصدق. البركة في ربنا ومن بعده الشيخ خلف، طول الليل وهو يقرأ له.
مين اللي فضل طول الليل يقرا له؟ الشيخ خلف. الشيخ خلف اللي هو الشيخ خلف شفتيه يعني؟ ايوه يا حاتم، مالك في ايه؟ لا لا مفيش. انت قلتي كان هنا امبارح؟ ها؟ لسه نازل من شويه. نزل راح فين؟ هو في ايه يا حاتم؟ نزل راح اوضته. هنزل اسلم عليه وارجع لك. اللهم تقبل صلاتنا ودعانا. اللهم تقبل صلاتنا ودعانا. اللهم تقبل صلاتنا ودعانا. سبحان الله العظيم. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز تموت ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اعفو عنا واغفر لنا جميعا. اللي رجعك؟ اللي رجعني؟ مش هتصدقني كريم، العيل الصغير اللي قلبه عمران واللي ملوش صالح باللي انت بتعمله، في شدتي ندهني، حسيته محتاجني، جيت. ويمكن عشان خاطر ربنا طول في عمري وخلى عيارك خاب. لو العيار المرة اللي فاتت خاب، المرة دي مش هيخيب. فين السلاح يا خلف؟ هتنطق ولا فرخ المسدس ده في نافوخك؟ فين صناديق السلاح يا خلف؟ سلاحي يا حاتم. حاتم بيعه يقول ان المرحوم قدري كان عيتاجر في السلاح وهو دلوق مكانه. ايه؟ قدري كان بيتاجر في السلاح؟ ايوه كان بيتاجر في السلاح، ومن اكبر تجار السلاح كمان. امال المليارات اللي انت عايشه فيها دي كلها منين؟ من الشركات والمصانع؟ عرفتي كل حاجه والصورة وضحت، بس في حاجة صغيرة لازم تعرفيها. السلاح ده لازم يرجع ونتصرف فيه وبفلوسه نسدد الديون اللي على المرحوم، وإلا هنضيع. عارفة يعني إيه هنضيع؟ البنوك هتحجز على الشركات والمصانع، حتى القصر اللي أنت عايشة فيه ده، ومش بعيد كمان كلنا نتقتل. أما أنت بقى هتقولي السلاح فين ولا لأ؟ فين يا خلف السلاح؟ اضرب طخ ما طخ. نزل المسدس من ايدك، جننت؟ الراجل ده نصاب وحرامي. ولما هو نصاب وحرامي جبتهولي ليه؟ ربنا كشفك بصاد الهانم. أنا هقول لك اللي حصل. حاتم بيه طلبنا عشان اوصله المخزن مليان صناديق اسلحه، بس طريقه مزروع الغام. يومها ربنا اراد يجيبني معاه هنا عشان يجيب لك التحاليل. ربنا اللي اراد عشان كريم الطيب. انا ماشي. وياك تهوب من طريقي. انت ومهيوب اتفقتوا عليا وخبيتوا السلاح. فين السلاح يا خلف؟ مهيوب ايه وسلاح ايه؟ احكي دورها في راسك. مش انت اللي فاتح المخزن ولقيته فاضي؟ لقيت جواه؟ ولا يكون اخوك الله يرحمه ف
فضوها قبل ما يموت. بقول لك ايه؟ انت هتشتغلني؟ يا فريدة، قبل كان حاطط في الصفقة دي مليارات وماديهم بمليارات. مش عايز اسمع أي حاجة تانية. خلاص كفاية قوي كده. لو سمحت اخرج. اخرج؟ أيوه اخرج. بقى بتصدقي دجال حرامي زي ده؟ وبعد كده تقولي لي أنا اخرج؟ اللي بتقول عليه دجال وحرامي هو الوحيد اللي عرفني الحقيقة. حقيقة الكدبة اللي معيشيني فيها طول السنين دي كلها وسطكم. خلاص اخرج من بيتي، مش عايزه اشوفك هنا، لا هنا ولا في الشركه ولا في اي مكان تاني. اتفضل اخرج اخرج. مش عايزه تشوفيني لا هنا ولا في الشركه بالبساطه دي؟ نسيت اللي انا عملته عشانك انت وكريم؟ اخرج برا. اخرج، بس قبل ما اخرج لازم تتاكدي اني راجع تاني. وانت يا شيخ قرد، الشيله دي تقيله عليك ومش هتقدر تشيلها لوحدك. عايزك تعد عمرك على صوابع كف الواحد. والسلاح انا كده كده هاخده، بس قبل ما اخد السلاح انا هاخد روحك. حاتم بيه، انا ساكت عليك لحد دلوقتي، لكن غور من قدامي. حاضر حاضر، هغور يا سيدي. انا خارج يا هاني. حاتم بيه، اقرا الفاتحه لامك زكيه لانها زعلانه قوي. تنام هنا؟ نام مطرح ما تحب. يلا يلا حبيبي. أنا عايزة أنام جنب خالف. كريم سيبي يقول اللي عايزه، ربنا يحميك يا ولدي ويعافيك ويبعد عنك ولاد الحرام. صبري، تسمع اللي بقوله وتنفذه حالا. من النهارده حاتم ملوش اي علاقه بمجموعه ادري، ومجلس الاداره اللي موجود هيتحل وانا بنفسي همضي على القرار. بلغ كل مديرين الشركات ان في اجتماع يجيبوا معاهم حساباتهم، حسابات الشركات والمخازن والبنوك وكل حاجه. ايوه بكره. اوكي، مع السلامه. سلاح؟ يا ترى في مصايب تانية مخبيها؟
قدامك مهلة 4 أيام. السلاح مع خلف، هو اللي سرقه من المخزن ومعرفش وداه فين. حقنا هيجينا، وانت وخلف بتاعك تتصرف. لا كريم نايم، سيبيه يرتاح. وانا كنت محتاجة اكلم حضرتك يا شيخنا. انت تؤمل؟ كنت عايز اعرف كل حاجة، عايز اعرف الحكاية من ساعة ما حاتم جابك هنا لغاية دلوقتي، وحكاية السلاح كمان. هقولك، بس الأهم من السلاح السم اللي هيحطوه لولدك. سم؟ أيوه، سم جايبينه من بلد بعيدة. لا إزاي؟ أصل إحنا عملنا له تحاليل كتير، ما فيش حاجة في التحاليل. أيوه، النوع ده من السم ما بيظهرلوش أثر في التحاليل، لكن يفضل يسلي 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 في جسم البني آدم. حاتم؟ لا لا. أمال مين؟ مين عايز يسم ابني؟ حد من دم. عمه وعمته عايزين يورثوا. ربنا يعلم. المهم دلوقتي انك تحرصي زي ما قلت لك. عندك حق، مش هسيبه خالص. أهم حاجة عندي في الدنيا صحة كريم. تغور بقى الشركات والفلوس والمصانع وكل حاجة، خلي البنوك تيجي تحجز عليها. ليه الكلام ده يطلع من خشمك؟ يا شيخ خلف، ما انت سمعت حاتم والكلام اللي قاله. حاتم يخربط زي ما هو عايز. انت تروحي بنفسك تشوفي مصالحك. ازاي؟ كريم؟ كريم زين، ما تخافيش عليه. اصلا انا ما اعرفش حاجة في الشغل، حاتم كان ماسك كل حاجة. ايه يعني؟ بكرة تعرفي كل حاجة في الشغل. بعد كل القشرة دي بتخوننا يا شيخ مهيوب؟ ده كلام كبير قوي يا شيخ كريم، ريت تراجع نفسك فيه. السلاح وين يا مهيوب؟ وغير الكلام ده احبش اسمع. البلد عندك كلها، فتشها كريم. كريم كده هاف خلاص، ما بقاش للشيوخ قيمه. السلاح عندك انت وحاتم، وانت اللي هتقول لي مكانه وين وهتبيعوه لمين. نبيع لمين؟ ومين يستجري يشتري من غير مشورتك يا شيخ؟ حاتم متأكد ان خلف هو اللي سرق المخزن، وانا شايفك اليومين دول حايم عليه. قدامك فرصة تراجع نفسك، والباقي انت عارفه. خلص الكلام. رغم كل حاجة حصلت لك رجعت تاني علشان كريم؟ كل مرة حط هنا كريم عندهني، واللي ربنا عرفه طريق الخير لازم يتمه. لا ده واضح ان مش بس كريم اللي ما كانش في الدنيا، انا كمان. ويا عالم بقى ايه اللي مستخبي لنا. كل خير ان شاء الله. ارمي حمولك على اللي خلقك وقول يا رب. يا رب. ايه؟ فردت الوحه على الاخر؟ اتجننت؟ تطردنا احنا من الشركه؟ كده الشركات بكل عمالها ممكن تنقلب عليها. بس انا عارف هي عايزه تخرب الشركات قبل ما ترميها لنا. وترميها لنا احنا ليه؟ يعني كريم لو كان مات. ده انا نسيت صحيح ان انتوا كنتوا متاكدين ان كريم كان هيموت. الله، طب ما انت كنت رامي بتقلك على فريده وعاوز تتجوزها وتكوش على كل حاجة، فلوس أخوك ومراته. أيوة كنت محوط على فريدة، مش أحسن نيجي حتة عيل صغير يلهف كل حاجة ويقرطصنا ونطلع بنمول بلا حمص؟ غلطت أنا كده في إيه؟ غلطت علشان كنت عايز تلهف كل حاجة لوحدك. خلاص، ممكن بقى نسيبنا من الحوارات اللي لا هتودي ولا هتجيب دي، ونعرف هنتصرف إزاي؟ ولا هنسيبها ببساطة تطردنا وترمينا وتقعدنا في بيوتنا؟ مش قادرة أصدق
لا انا مش مصدقه اللي بيقوله حاتم عن قدري. صدقني انا اعرف قدري كويس قوي، اعرفه من وانا عندي 10 سنين، من ساعه ما بابايا مات. هو كان صاحبه، هو الوحيد اللي خلى باله مني، خدني تحت جناحه. قدري انسان رقيق بيجامل كل الناس، عمره ما جرح حد، وخصوصا اخواته حاتم وفايز وفاطمه. دول هو عمل كل ثروته دي، وفي الاخر اداهم نصيب، وفي الاخر كانوا عايزين يسموا ابني. ايه الناس دي؟ ازاي؟ ازاي وليه؟ هو كريم ده مش ابنهم؟ مش حته منهم؟ مش ابن اخوهم الوحيد؟ ده لحمهم ودمهم. شيخ خلف، شيخ خلف، ها؟ حضرتك مش معايا خالص، انت رحت فين؟ انا ما رحتش، انا هنا. لا انت سافرت بعيد قوي. تشرب شاي؟ اشرب. مش هروح لوحدي خالص. شيخ خلف، هو ينفع حضرتك تجمعي بكره؟ اجمعكي فين؟ الشركه، لو بتحب كريم بجد. اصلا انا عامله اجتماع لكل المديرين، بصراحه كده انا ما عنديش ثقه فيهم كلهم. انا مش طالبه حاجه، انا عايزاك بس تيجي معايا وتشورني، يعني اعتبر نفسك المستشار بتاع الشركات، اعتبرها وظيفة مؤقتة يعني. أرجوك علشان خاطري، أنا محتاجة جنبي. خليني بعيد عن الحكاية دي، أنا ما بفهمش شغلانتكم. وكريم الحمد لله ربنا جرب يشفيه، وأنا هروح لطريقي. عندك حق، ظاهر ان انا زودت العشم شويه. مش كفايه اللي عملته عشان كريم، اشيلك همومي كمان. همومك ده ايه؟ ما تقوليش كده وحياه سيد ابو الحسن. هاجي خلف، شي خلف، يلا بينا. هنا انت سرحان في ايه؟ لا في، طب يلا بينا، توكلنا على الله. اصل اتاخرنا فيلا. خلف مالك؟ لا ماليش.
لو تحب ما تجيش. ما ينفعش، ده شغل. ربنا يدمر الشفاه على خير. اتفضل. متشكرين، اتفضل. استاذ صبري. ايوه يا فندم. فين القرارات اللي انا طلبتها؟ موجوده اهي. ازيك يا فريده هاني؟ الله، ده انت جايبه الجلابيه معاكي ومقعداها مكاني. هو سيادتك بقت العضو المنتدب ولا ايه؟ اطلع بره. احترم قيمتك قدام الخلق. ايه اللي جابك عاد؟ انت تطلع بره حالا. وانتوا كمان تطلعوا بره حالا. على فكره انا حليت مجلس الاداره. واظن ان ده من حقي. اي حاجه عايزين تعرفوها عن حصتكم في الشركه تحددوا معاد مع الاستاذ صبري. اتفضلوا. ده على اساس ان انا كراسي معاكي في الشركه هنا؟ ترمينا بره وقت ما انت عايزه؟ انت هنا مجرد وصية على مال اخويا. مال كريم. كريم انت بتتكلم ليه اساسا؟ وبصفتك ايه تدخل هنا؟ بصفته نائب رئيس مجلس ادارة الشركة كلها وعنده كل صلاحياتي. اظن كده بقى مفيش اي مبرر لوجودك. اتفضلوا اطلعوا بره. لو سمحتم يا جماعة بعد اذنكم تسيبونا لوحدنا علشان دي بس امور عائلية. فريدة هانم قالت تطلعوا يبقى تطلعوا، ولو ما طلعناش فريدة هانم هتطلب البوليس يجي يطلعنا بالعافية؟ وحالا. ماجدة ابعت السكيورتي واطلبي البوليس. اللي انت بتعمليه ده خطر عليك وعلى الشركة يا فريدة هانم. انت كده بتهدي المجموعة كلها واحنا مش هنسكت، هنرفع عليك قضية وصاية. خلاص كفاية بقى تهديد. اعملوا اللي انتوا عايزينه بس مش هنا، مش في شركة ابني. اطلعوا بره، بره حالا. الشيطان اللي راكبك ما يطلعش غير بده. يلا اصحى يا حبيبي، اصحى بقى بقالك كتير نايم. يلا سيبيني هنام شويه. حبيبي لازم تصحى عشان هنروح معانا الشركه. لا انا مش عايزه اروح. ما انا مش هينفع اسيبك لوحدك. و يلا يا حبيبي يلا عشان لازم تاخد شاور وتلبس. مامي هما الحراميه دول عايزين يموتونا ليه؟ عشان عايزين ياخدوا فلوسنا. ادالهم كل الفلوس. ما ينفعش. سيب لهم بيتنا وقطك ولعبك. انا مش عايزه غيرك انت وخلف بس. بس؟ انت اصلا حبيبي، انت عارف كده؟ عارف كده؟ يلا قوم يلا.
صباح الخير يا دكتور نور. كنت عايز بس اسالك عن حاجه. اسفه، اصل انا رحت لك اوضتك ما لقيتكش، ف اتخضيت بصراحه وافتكرت انك سبتنا ومشيت. قلبي كان هيقف. بعد الشر عليك. سبت اوضتك ليه؟ فضلت قاعد فيها طول الليل واول الشمس ما طلعت جيت. ليه؟ الاوضه الجديده ما عجبتكش؟ لا بس هرتاح هنا. شفت كريم قال ايه؟ هيقول ايه؟ بيقول لي يا مامي مش عايز البيت ده، ولا عايز لعبي، ولا عايز الفلوس، ولا اي حاجه. اديهم كلهم لعمامي. ليه هيقول كده؟ خايف علينا. ان شاء الله ما فيش حاجه هتحصل تاني. اللي يضمن لك ده. كان فاضل ايه يعني يا خلف؟ ناس بسلاح دخلوا على البيت امبارح، ومؤامرات في الشركه. كان فاضل يحصل ايه تاني؟ ده انت لولاك امبارح انا ما اعرفش ايه اللي كان ممكن يحصل لكريم. الحمد لله اللي جات على كده، وهو ربنا ستر. فريده هانم، روحي شوفي كريم. بيحصل فعلا. مدام زهره الهلاوس اللي بتجيلها بتخليها تتخيل ان حد بيضربها او بيقتلها. طب يا دكتور، الهلاوس دي ممكن تسيب اثر على جسمها؟ انت ممكن تحلم ان حد قرصك، تصحى تلاقي احمرار مكان القرصه، وممكن تكون ناسي الحلم نفسه. اه فعلا. يا دكتور، هي عامله ايه دلوقتي؟ مش هنا خالص. ازاي يعني؟ ما بتلحقش تفوق الا وتصرخ، فبنديها حاجات تهديها. طب الحاجات دي يا دكتور مش ممكن يعني تتعود عليها؟ تأمن يعني؟ اه. احنا لحد دلوقتي مسيطرين على الموقف، وبنديها جرعات مخففه عشان ما نخش في مشاكل اكبر. بعد اذنك. اتفضل. اه، لو سمحت حضرتك قبل ما تروح تبقى تعدي الحسابات. حاضر. ايه الجلابيه مش لاقي مع الشوكه والسكينه؟ لا خالص، ليه بتقول كده؟ انا متضايق، بتحاول تقرا افكاري صح؟ ابتديت اقلق منك. لا اطمن يعني، شفت عينيكي في الاول راحت على الشوكه اللي في ايدي، وبعدين راحت على الجلابيه. هو انت ليه بتلبس جلابيه ومش بتلبس بدل؟ دي خلاقياتي اللي تعودت عليها طول عمري. ايوه بس انت دلوقتي بتشتغل في الشركه ولازم تلبس زي الناس اللي هناك صح؟ ايه قولك ان انا ما برتاحش يعني غير في الجلابيه؟ غريبه جدا، مع ان انا متخيله كده انك هيبقى شكلك لطيف في البدا يعني. انا بتهيالي يعني اللي بيلبس البدله ده ساعه ما يلبسها كده يعني بيحس بنفسه كده يعني، بتاخده في سكه تانيه بيبقى منفوخ. يعني انت برضه هتفضل لابس الجلابيه؟ طب قول لي، انت لما بتروح المدرسه مش بتلبس هدوم المدرسه؟ ايوه. لما بترجع من المدرسه، لما تعاود، مش تبقى نفسك تقلع هدوم المدرسه؟ ايوه. طب خلاص خلاص، انت كمان تلبس البدله لما تروح الشركه، ولما ترجع تلبس تاني الجلابيه صح؟ غلبني. غلبك.
يعني هحاول هحاول. والله خايف لأفرح تجلي بيها غم، علمت قلبي خاف من الفرحة ما بفرحش، وأنا اللي فاكرني قال إني حافظها صم، أجا أسرق الضحكة أضحك ليه وكيف معرفش. أنا لقيتك سارح قلت مش عايزة أزعجك. لا أبداً ولا إزعاج ولا حاجة. كنت سرحان في ايه؟ لو مش عايز تقولي عادي مفيش مشكلة. لا ابدا، يعني الواحد لما عقله يشرد يبقى عامل زي الراديو، يعني حطت الراديو، يعني حاجات من امبارح حاجات من زمن بعيد، يعني توهة. هي دي التوهة اللي انا كنت حاسة بيها قبل ما قبلك، يعني قصدي انت عارف بقى مرض كريم وحاتم والشركة والمؤامرات كلها. بجد انا مش عارفة كنت ممكن اعمل ايه لو وجودك جنبي انا وكريم. عارف انا النهاردة لما جيت اوضتك وما لقيتكش اترعبت. ايامه هتعدي، الحمد لله كريم اتردت له عفيته، وحاتم والعيلة هيرجع عن جنونهم وشرهم وكل شيء يرجع زي الأول وأحسن. يا ريت، نفسي بقى نفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقيهم كلهم اختفوا من حياتي، ينسوني بقى وأنساهم. هتنسي كل حاجة إلا أنت. أنا مهما عملت مش هعرف أرد لك حاجة من اللي عملتها لنا وكريم. جميلك هيفضل طوق في رقبتي لحد ما موت. ليه تقولي كده؟ محدش ليه جميل عليك. ربنا سبحانه وتعالى أراد يحطني في طريقك عشان يخلصك من الشر المحاوطك. أنا مش فاهمة الناس دي خالص، هم عايزين إيه؟ إيه اللي ناقصهم عشان يتمتعوا بالحاجات اللي بين إيديهم؟ ناقصهم إيه؟ ناقصهم الرضا. عارف يا خلف؟ كل ما بصلك كده احس ان جواك حب لكل الناس ملوش حدود، وفي نفس الوقت احس ان في جواك حزن ملوش حدود. مهما ضحكت بيفضل الحزن باصص من عينيك. عارف يا خلف انا نفسي في ايه؟ نفسي اشوف عينيك هي اللي بتضحك. هتضحك يعني. امتى؟ قريب ان شاء الله قريب. بجد؟ قول يا رب. يا رب يا رب اشوفك بتضحك. مالك يا صباح؟ مالي على الله؟ قومي يا بنت قومي، خدي امسكي يلا على مهلك. هنروح لعمك حسين. ها بس بشويش بشويش عشان عم جد ما يحسش بينا. ما قلنا ايوه. حصل ايه؟ ايه اللي جابك في عز الليل كده؟ انت هتفضل سدد الباب في وش البنيه؟ خش يا خايتي، خش يا بنتي، خش يا حبيبتي، خش نامي وسط اخواتك.
خشي. ولا لا يا اختي ولا ايه؟ والنبي ده روحها فيهم، ده حتى مش عاوزه تسافر مصر بسببهم. كتر خيرك يا اختي. هو عم جاد زعلك بكلمه؟ وياكي تزعلي منه، هو كلامه مر بس قلبه طيب. لا انا جاي قصدك في خدمه. اؤمر يا مرت اخوي من جنيه الالف. انا مش عاوزه حاجه، انا بس كنت عاوزك تدليني على مطرح خلف. ياك عايزه تروحي له منك الروح كده. وما تروحش ليه؟ امال تسيب ويروح ويجي على كيفه ولا كان في مرض على ذمته؟ مش كفايه اللي يجيبها احمد اخوي تسال عليه؟ هملها تروح له وتجيبه على ملاوشه كمان، ولو عجب عيشه السرايات وما طايقش عيشتنا يسيبها تروح لحالها. يا باي عليكي هتتكلم ولا كانها خيتك يا مره. ده انت ما بتقعديش معاها دقيقه. ايه الحنيه اللي جات لك مره واحده داي؟ خلاص يا مرت اخوي يشق الفجر وانا هاجي معاك. تجي فين يا راجل انت؟ خلف شيخ خلف. سجعت ليه؟ قاعد عشانهم ولا عشانك؟ أنا قاعد عشان أحمي البغل اللي اسمه حاتم واللي وراه، مش هيهدلهم بال إلا لما يوصلوا المطرح السلاح. طول ما أنت قاعد هنا هياخدوا الغلبان وهم في رجليهم. أنت عملت اللي قدرك عليه ربنا، والولد بجزيل وفريدة وأهله يصافوا مع بعضيهم، ياخدوا كتير ياخدوا قليل حسابهم عند ربنا. يلا قوم قوم. مالك رجليك متبتة في الأرض ليه؟ مش قادر تفتح الباب وتطلع؟ قاعد عشانها، عشان فريدة. قلبك مال يا شيخ خلف؟ لسه عندك قلب يعشق ويميل. خرجت من كفنك ولا خرجت من جلدك؟ ايه اللي حصل لك؟ فت عتبة الاحباب ليه؟ زعلان مني؟ طب قول لي ذنبي ايه؟ انت اللي اخترت. اخترت ايه؟ انت اللي اخترت. قول لي يا شيخ فار. خلف رايح فين؟ معاود. معاود؟ معاود فين؟ مطرح ما كنت. ايه ده ماشي؟ هتسيبنا؟ قد كده سهل انك تستغني عن الناس اللي بتحبك؟ ده انا لسه بقول لك قد ايه كريم ما يقدرش يعيش من غيري ومن غيرك. ربنا وحده اللي يعلم حبكم في قلبك قد ايه. لا ما هو باين، ما انت عشان كده هتسيبنا وتمشي. عشان خايف عليكم. والخايف على نفسك. انت ما تعرفيش حاجه. عرفني. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك ايه؟ قول اي حاجه. خلاص تعالى العب معايا كريم.
سيب الشيخ خلف، ما تعطلوش عشان هو مسافر. انت مسافر بجد يا خلف؟ حبيبي الكريم، انت دلوك بقيت زين، لزوم ايه البعاد؟ خلاص هتعب تاني وهموت نفسي كمان لو مشيت. بعد الشر. ما تقوليش كده ثاني. اقعد يا شيخ خلف، انا محتاجه اتكلم معاك. قولي. انت عايز تسيبنا وتمشي تمام براحتك يعني، بس انا ممكن اقدر افهم كريم، بس محتاجه انا افهم الاول ليه. مفيش فايده من قعادي، يعني قعادي لامم عليك الشر. كريم الحمد لله فاق خلاص، يعني خلاص. ايوه خلاص خلاص كده، هو ده كل اللي بيننا وبينه؟ زي ما قلت لك. ايوه بتكذب يا خلف، اصل عينيك فاضحاك. قول لي عايز تهرب مننا ليه؟ اقول لك ايه عاد؟ قول لي اللي جواك. تتجوزيني يا بنت الناس؟ ايه؟ تتجوزيني يا بنت الناس؟ عايز تكمل جميلك وتتجوزني؟ كتر خيرك. صعبت عليك ولا ايه؟ لا انا عايزك، انت عايزك تبقي مرتي وكريم يبقى ولدي. مش قبل ما اعرف كنت عايز تسيبني ليه؟ يعني موافقه؟ لو سمحتي هاني، في واحده بتسال على الشيخ خلف. واحده صباح مرتي. مراتك؟ اهلا وسهلا، تفضلوا. لا هاخد حاجتي ونروح لكندا. كندا؟ ازاي؟ معقوله يا شيخ خلف؟ انت جمايلك علينا كتير، وبعدين البيت كبير والاوض كتير. خد راحتكم عن اذنكم. اللي جابك؟ ها؟ في حاجة؟ عم جاد بخير؟ آه كلنا بخير الحمد لله. اللي جابك؟ وعرفت الطريق كيف؟ حسين هو اللي دلني. جيتي ليه؟ انطقي. جيت عشان أفرحك. حامل؟ ايوه، وفي الرابع كمان، بس ما قدرتش اخبي عليك اكتر من كده. تخبي عليا ليه؟ يعني انا عارفه اللي فيك، مش عاوزه ازيد همومك. تزودي همومي ولا تزحيها؟ ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. ادعي له ان ربنا يحفظه لك.
عاوز اقول لك على حاجه تانية. حامل في توأم اياك. ده يبقى في فضل ربنا عليا. امال في ايه تاني عاد؟ في واحده جت سالت عليك عندنا، جابها احمد اخو مرات حسين. مين دي؟ واحدة اسمها ياسمين، بتقول يعني ان عندها معارف ياما ومحامين كبار يقدروا يساعدوك. كتر خير. هتكلمها؟ انا جبتلك التليفون معايا. بعدين بعدين. بقول لك يا خلف، هي ياسمين دي اللي انت كنت متجوزها قبل كده؟ ايوه. وطلقتها ليه؟ مالكيش صالح. عشان ما بتخلفش. وبعدها لك قلت لك مالكيش صالح، وما تنوريش النور تاني، عايز انام. طب وفريده؟ مالها؟ حاسه كده يعني زي ما يكون في حاجه بينك وبينها. حاجه ايه؟ كفاياكي حديد. تصبح على خير. بتحبني يا خلف؟ مال اتجوزتك ليه؟ تجرالك ايه؟ عقلك برم منك ولا ايه؟ يعني بتحبني دلوقتي اكتر؟ لا اله الا الله. هتنامي ولا اقوم انام في مطرح تاني؟ هنام. تصبح على خير. وانت من اهله. اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ ابدا، عادي يعني. كنت هقول لك. هتقولي انك بتجوز؟ وايه كمان؟ تصور بقى انا طلعت معرفش عنك حاجه. انت ممكن تبقى متجوز اتنين وتلاته وعايز تكملهم على الرابعه كمان. كنت ايه؟ كنت متجوز تلاته وصباح الرابعه. ويا ترى كنت عايز تطلع مين عشان تتجوزني؟ اتنين الله يرحمهم، والتالتة طلقتها. بجد؟ يعني مفيش غير صباحة على ذمتك؟ وانت طبعا ما ينفعش ما تكملش حقك الشرعي. ما تظلمنيش يا فريدة،
تصبح على خير يا شيخ خلف. على فكرة مراتك حلوة أوي، هي حامل؟